الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر يرفض سياسة العقاب الجماعي ضد المحافظات السنية ويحذر من تكرار ما جرى في تكريت والفلوجة بالموصل. غداة استعادة الفلوجة، القوات الحكومية تبدأ عملية عسكرية لتأمين الطريق الواصل بين الفلوجة والرمادي. الكشف عن مزيد من الانتهاكات الطائفية والقتل الممنهج بحق المدنيين الهاربين من جحيم المعارك في الفلوجة.